نبغي نجاوب ولكن كنا هضرنا على شي حاجة اللي هي قبل وجيت نحل الباب لشي حوايج يا خدشي عندي وشدو طريق نانا نانا حيشو كيبقينا ولانا فيصل عزيزي يدعو هاشم البسطاوي لزيارة طبيب نفسي. تخيل معايا تطلع في القرعة وانا ما نطلعش شي بلا بيا. دعا الفنان فيصل عزيزي الممثل المعتزل هاشم البسطاوي الى زيارة طبيب نفسي لتفقد الحالة النفسية التي وصل اليها بعدما خرج به من انتقادات لفيلم القرعة الامريكان. واختار فيصل الرد على نجل الفنان الراحل محمد البسطاوي عن طريق نشر تدوينة عبر فيها عن قلقه من الحالة النفسية التي وصل إليها الأخير، مشيرا إلى أن تصريحاته ستلطخ اسمه وصورته. وقال عزيزي مستغلين ضعف الحال ديالو باش يركبوا عليه ويصوروا منه كليك، مؤكدا استغلاله للربح المادي والبوز. وأضاف المتحدث غتبقى خويا وحبيبي وخا خرجتي كلام العيب وبديتي في الافتراءات والكذب اللي هما من أكبر الكبائر، مسامحك حيت عارف أشطاري لك. يشار إلى أن هاشم البسطاوي شارك في الفيلم السينمائي القرعة الأمريكان، إلا أنه عبر مؤخرا عن ندمه على الاشتغال في هذا الفيلم باعتباره مخلا بالحياء. بلا الوعر عندك في الصفاتي فيك اللي شفتك أنا اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.